السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم قناة بروسو. دي فيديو ده كنا إن شاء الله النهاردة تكملة لدورة سي بلس بلس جي أو أي أبلكيشنز. إن شاء الله النهاردة هنتعلم إزاي نحول بين الإنت والسترينج في الفيجوال ستوديو بطريقة سهلة جدا يا جماعة. هي مكتبة اسمها كونفيرت، المكتبة دي بتحول من سترينج الإنت ومن إنت سترينج أو العكس زي ما انت عايز. توضيح بس، انا عملت مثال كده، ده بياخد الزر ده بياخد تكست اللي هنا، طبعا بيحوله، طبعا هو ديفولت هو بيكون هنا بسترنج، بيحوله الانت، بعد كده بيحول دي الانت، بعد كده يجمعهم على بعض، بعد كده يحطها في الصم هنا. مثلا تعالى كده نفتح، انا عملت متغيرين كده من الكان اللي هو سترنج. طبعا لازم تحط العلامة دي اولا كده، بعد كده ايه تقول باسورد اندرسكور تكست تاكو تكست، بعد كده اليوزر نفس الحكايه. يعني احنا هناخد متغيرين من دول، بعد كده نقول ايه، نعمل كده عن متغيرين تانيين بس بنوع انت. هنقول انت مثلا اكس 1 بتساوي كونفيرت، دي مكتبه في مدمجه في جوا ستوديو كونفيرت. نكتب كده العلامتين اللي احنا هنستدعي من جواها داله، مش هنضطر ان احنا ناخد منها، ناخد من الكائن، من قصدي من الكلاس ده كائن. طبعا انتوا عارفين كل ده حاجات بيزكس يعني اساسيات. نكتب تو سترينج، تو انت قصدي، تو انت 32 ونحط لها الاكس ونقفل. ده كده بتحولها لانت 32. مثلا هنقول مثلا انت واي 1 بتساوي كونفيرت تو سترينج، تو انت عفوا واي. بعد كده احنا خدنا كيانين من هنا، هنقول بتاع ده تكست بوكس اللي هو بتاع السم تكست. طبعا اليوزر نيم والباسورد دول يا جماعه من لو انت بتابعنا من الحصه اللي فاتت، دول بتوع الحقول، انا نسيت بس اغير النيم بعد بتاعتهم. بس بعد كده نقول كونفيرت نفس الحكايه برضو، كونفيرت تو سترينج دي دالة بتاخد اكس 1 بلس واي 1. انت دبانة رخمة، معلش يا جماعة سوري، دبانة رخمة اوي. لما نشوف بقى، تعالى نعمل رن. اهو القرف اهو، ايش يا جماعه بس عشان انت عارف نص سم الدبان الرخمه اللي مش عايز اعملها تحوم حواليها، اللي مش لاقي غير ودني اللي تلعب فيها بنت العرس. استغفر الله العظيم يا رب. نكتب 2 3 لوجن صم قصدي 2 و3 5، نغيرها خليها مثلا 8 2 و8 10، نقفل كده بس. هو كان درس النهارده يا جماعه، ومعلش بس اتنرفزت شويه. نلقاكم في درس اخر ان شاء الله، يا ريت تبقوا تدور عشان ينزل كل جديد باذن الله في السي بلس بلس جي او اي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.